توترات سياسية مستمرة في العراق. داعش يستمر في بسط نفوذه وتقدمه وصولا إلى حدود إقليم كردستان. تحركات غربية وصفت بالمتأخرة جدا، كذلك تغيير الحكومة. أما تصريحات السياسيين فضغط عليها سمة الانتقاد وتبادل الاتهامات في تحمل مسؤولية ما وصلت إليه البلاد من حال. حول هذا الموضوع يسرني أن أتوجه بالسؤال لوزير خارجية العراق في الحكومة المنتهية ولايتها هشار زباري. مرحبا بكم على قناة يورونيوز. أهلا وسهلا. حربكم اليوم ضد داعش، هل هي للدفاع عن إقليم كردستان والمناطق الكردية أم هي حرب شاملة نابعة من قرار موحد مع الحكومة الجديدة للقضاء على هذا التنظيم؟ لا بالتأكيد هي ليست دفاعا فقط عن إقليم كردستان أو المناطق الكردية، دفاع عن العراق وعن شعب العراق وعن كل القوميات والأقليات في العراق، وهي حرب مفتوحة مع دولة الخلافة الإرهابية ودولة خلافة الحقد التي أصبحت متمكنة بالتسليح ولديها جيش وإمكانيات وقدرات. هو دفاع عن المنطقة، عن شعوب المنطقة وعن البشرية جمعاء. يعني مع هذه الأيديولوجية الحاقدة والتي تنمي الكراهية وتجند الناس للانتحار في سبيل عقائد مزيفة ومحرفة، هو خطر على العالم، على الأسرة الدولية بأجمعها. رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني صرح بأنه حذر مرارا من نمو الجماعات الإرهابية المتطرفة. كونكم وزير للخارجية منذ العام 2003، لماذا لم يتم حسم الموقف قبل خروجه عن السيطرة بهذه الطريقة؟ هناك عدة أسباب تراكمت في هذا الموضوع. النزاع السوري أو الحرب الأهلية في سوريا واستفادة هذه المجموعات، المشاكل العراقية و شعور السنة العرب بالتهميش من قبل سياسات الحكومة، استيلاء هذه المجموعات على كميات هائلة من الأسلحة والمعدات الحديثة والمتطورة والأموال، وأيضا تحقيقها لبعض النجاحات والانتصارات في سوريا وفي العراق وتمددها، وإنشائها لإعلانها لتشكيل دولة الإسلامية أو خلافة الإسلامية. هذه كلها تطورات حقيقة لم يجري تقديرها بشكل صحيح من قبل الاستخبارات ومن قبل قيادات المنطقة كلياتها. لذلك نعم، هذه التحذيرات كانت صحيحة، ولكن مكافحتها تحتاج إلى حكومة وحدة وطنية لها إمكانيات وقدرات عسكرية وتسليحية واستخباراتية، وهذا ما نحن في صدده في تشكيل حكومة جديدة وفي وقف تمددهم وثم ضرب ونقل المعركة إليهم. نعم. ما الذي يفسر قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما بضرب داعش وهي على أبواب أربيل، ولم يتخذ قرار مماثل عندما كانت على أبواب بغداد؟ هذه القضية هنا قضية واضحة وصريحة وعادلة. هي ليست فقط كانوا يهددون أربيل، كانوا يهددون المصالح الأمريكية بشكل مباشر. كانت هناك قضية إنسانية صريحة وواضحة عن الأطراف المشاركة في، وأيضا عدالة القضية حقيقة والالتزامات الموجودة في بغداد. أيضا قدمت الولايات المتحدة مساعدات مهمة فنية استخباراتية وتسليحية للحكومة العراقية، ولكن الخطر هنا في أربيل كان خطر داهم وماحق، وكان يحتاج إلى قرارات سريعة وفورية لوقف تقدم داعش بسبب المشاكل الفنية ونوعية الأسلحة وقوة النيران وعدم تكافؤ قوة النيران بين قوات ومسلحي داعش وقوات البيشمركة، فلذلك اتخذ هذا القرار من هذا المنطلق. هناك شكوك وتساؤلات حول حقيقة تنظيم داعش والجهة الداعمة له. وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أشارت في كتابها أن الولايات المتحدة قد تكون متورطة بدعم التنظيم من خلال عدم مواجهة داعش في بداياته. كيف ترون تعامل الولايات المتحدة مع هذا الأمر؟
لا حقيقة أنا لا أؤيد ما ذهبت إليه، وأنا قرأت كتاب هيلاري كلينتون وما في شيء من هذا القبيل، هذا مجرد ولكنها أشارت تفسير إلى إعلامي. عذرا ولكنها أشارت إلى أن تقاعس الولايات المتحدة بمكافحة الإرهابيين إرهابيي داعش هذا أدى موضوع قد آخر، يكون سوء في تقدير حسابات. هذا موضوع آخر. كل الدول التي دعمت المعارضة السورية والمعارضة السورية، الجيش السوري الحر وبقية التنظيمات المتشددة والمتطرفة في سوريا، وأدت إلى نمو هذه الظاهرة. فداعش أيا كان يتحكم فيها ويسيطر عليها، أصبحت لديها من القوة والإمكانات والتمويل الذاتي، أصبحت خارج سيطرة كل من يفكر ويتصور بأنه مسيطر عليها، لا بل هم مسيطرين ويهددون الآخرين. نعم، فرنسا أشارت إلى أنها ستمد إقليم كردستان بالسلاح، ما هي رؤيتكم للتعاون مع فرنسا ومع الاتحاد الأوروبي في القضايا الأمنية؟ نعم، نحن نرحب بالعرض الفرنسي، وخطوة مهمة وجبارة حقيقة لتغيير موازين القوى أكثر فأكثر لصالح قوى الحرية والديمقراطية وهزيمة قوى الإرهاب والعنف والتطرف. فلذلك هذه الأسلحة في طريقها، وهناك دعم أوروبي صريح وواضح لدعم الجهود الأمريكية، والدول بدأت تتسابق بسبب حجم الخطر الموجود الذي يشكله تنظيم داعش أو دولة الخلافة الإسلامية. فنعتقد بأن المساعدات الأوروبية سوف تأتي وستصل، وفرنسا أخذت الريادة في هذا الموضوع بين الأوروبيين، وهو موقف يعني نبيل وشريف في هزيمة هذا الفكر والنهج الخطير. كانت هناك خلافات سياسية بين بغداد وأربيل حول قضيتين هامتين، وهما قوات البشمركة والنفط. هل تتوقع أن تنحل هذه الخلافات في ظل حكومة العبادي؟ هي لابد سوف تبدأ المفاوضات لتشكيل الحكومة بين سيد العبادي والقوى الكردستانية التي أيضا شكلت وفد للتفاوض للمشاركة. وأحد أسباب ما حصل حقيقة من تسليح البيشمركة الغير متكافئة مع داعش بسبب سياسات الحكومة السابقة الرافضة لتسليحها ولدعمها وتمويلها، رغم أنها جزء من قوات العراقية أو ضمن المنظومة الدفاعية العراقية. وهذا أكبر دليل على فشل السياسات السابقة. بخصوص مسألة النفط، لابد من إقرار قانون النفط والغاز حتى يعمل العراق بشكل منظم في هذا الاتجاه. بعيدا عن المناصب السياسية، كعراقي وككردي، كيف ترون مستقبل العراق؟ أنا متفائل بمستقبل العراق. أنا من المؤمنين بأن هذا البلد لديه من القدرات والإمكانيات التي تسعفه للنهوض والانطلاق، مع توفر قيادة رشيدة. مع توفر قيادة رشيدة هو هذا الشرط الأساسي لنجاح العراق. نعم. شكرا دالي. نعم. شكرا. وزير خارجية الحكومة المنتهية ولايتها في العراق هشام الزباري، شكرا جزيلا لكم. شكرا.